Wir haben nicht das System geändert, wir haben gleich gespielt. Aber ich habe natürlich schon Spiele angeschaut von ihnen, um zu sehen, wie sie spielen. أنا ما غيرتش السيستم لعبي لأن أنا بعتمد إن أنا ألعب كورتي مهما كان المنافس، لكن إحنا طبعًا اتفرجنا على الزمالك قبل الماتش وقدرنا إن إحنا نعرف نقاط قوته وضعفه ونلعب عليها. ganz wichtig war, wie wir spielen oder wie wir gespielt haben, das war entscheidend. أنا دايمًا بركز على إحنا بنلعب إزاي مش المنافس بيلعب إزاي، إن إحنا نلعب الكورة بتاعتنا ولاعيبتي هتعمل إيه. جمهور الأهلي جمهور كبير جدا بيفرح لما المدير الفني الجديد بتاعه بياخد بطوله بيديله الحافز بيديله الدافع المعنوي، بس جمهور على طول عنده هل من مزيد، هل يتحمل هذا وهو عارف ده؟ هو natürlich mit dem Sieg, dass der Trainer dann so früh einen Pokal bekommt, aber die Fans von den Ali sind immer hungrig, die hören nicht auf. Ist es kein Druck auf dich, dass die Fans immer so weiter siegeln wollen? Nein, ich bin auch noch hungrig. Nichts an dicken Bauch. أنا كمان جعان وبطني عايزة لسه كتير تتملي. بص بيقول لك أنا جعان ولسه بطني عايزة كتير عايزة تتملي على البطولات. ده مصطلح واحد مش جاي يريح، والأهم بقى الراجل ده لما اتكلم عن طريقة اللعب قال أنا ما بغيرش طريقة اللعب، مش معنى كده إن هو ده هيفضل قاعدة مطلقة، لأ، لما الخصم يستدعي إنه يغير طريقة اللعب واعكسه ده بقى في كلام قلناه هنا في مباراة المينستيري. لما قلنا ان اهم افضليه في مباراه المينستيري خارج الارض مش هو الفوز خالص، هي فكره شخصيه البطل الراجل هويتك. ده بتغييراته في اخر 10 دقائق الثلاث تغييرات هجوميه وتفكيره في المباراه، ده راجل شايف ان هو بيدرب فريق بطل، عشان كده اختصر على نفسه وقت كتير جدا ان هو يجي يبدا يحس الاهلي فاقد القاب يروح للحته دي من الزاويه. لا الراجل ده انا بدرب فريق بطل ولسه عايز اعمل سي في، وانا بقول لك كولر يا اسامه جاي يعمل سي في، هو عنده سي في، ولكن انا بقول هو حقق نجاحات في كل التجارب زي ما شرحنا مقارنه بالادوات، وقلنا هيفرق معاه كتير جدا لو استغل ادوات الاهلي اللي هي افضل ادوات اتيحت له على مستوى مسيرته، فنتمنى ان شاء الله نشوف الالقاب. ده حقيقي، وعجبني جدا كمان ان الراجل له بصمه واضحه في برغم ان هويه النادي الاهلي والهويه الاستحواذ والهجوم، الا ان الراجل حتى هذه اللحظه ما شاء الله يعني شباكه نظيفه، كلين شيت في كل المباريات اللي لعبها، وده شيء ايجابي جدا جدا جدا، ونتمنى التوفيق ليه فيما هو قادم. لكن كمان ارتباطه وعلاقته ومع اي مدير فني يا جماعه بيجي مع جماهير النادي الاهلي بيكون فيه علاقه ود كده بتبقى واضحه برضه، فتعالوا نشوف الفيديو ده عشان عندنا تعقيب بعد كلام كولر عن جماهير النادي الاهلي. اخيرا يهدي الفوز لمين؟ An wem widmest du diesen Sieg? Ja, allen alle Fans natürlich, ne? Und hier für eine sehr gute Übersetzung. Und ja, alle die mit Al-Ahli zusammen sind. لكل جمهور الاهلي في كل مكان اهداء ليا انا كمان لمجهودي معاه، ولكل انسان بيحب النادي الاهلي وكل عاشق للنادي الاهلي. لي هذه الشعار النادي الاهلي وعلم النادي الاهلي. بس ist für dich diese Symbol von الاهلي ولا von الاهلي؟ Ich habe erst jetzt gesehen, dass es eine Fahne ist, also da hat ein Fan reingeworfen und ja, ich nehme die jetzt mit nach Hause. دي واحد من الجماهير حدفها لي، شفت فيها شعار النادي الاهلي، حسيت بقد ايه حب النادي فيها، وعشان كده هحتفظ بيها دايما لمدى الحياه. مهم جدا الفكره دي، ومهم جدا الجماهير اللي لازم يعني مهما اتكلمنا عن دور الجماهير مش هنقدر نوفيها، هي رقم واحد دائما وابدا. الجماهير اللي هادت مارسيل كولر دي هديه محب بدا يثق في مدير فني قادر على انه يحقق طموحات جماهير النادي الاهلي، ودي نقطه جوهريه ومهمه جدا. كولر عاجبني جدا ان هو عايز مدرجات الملعب هنا في الدوري المصري تكون نفس مدرجات الملعب اللي هزاع بن زايد وجماهير النادي الاهلي، الاستاد ممتلئ عن اخره، عشان ده بالنسبه لنا وبالنسبه للنادي الاهلي افضل شيء وافضل دعم ليك خلال ال 90 دقيقه. نتمنى ان كولر يحتفظ بعلم النادي الاهلي ويكون عنده نسخه من علم النادي الاهلي بعد تحقيق انجاز ان شاء الله يكون في بطوله كاس العالم للانديه اللي اعتاد النادي الاهلي ان هو يحقق الانجازات فيها. دي طبعا تويته بعد المباراه فارس. بشكر الجمهور. بشكر ايضا الجمهور. كانت رسالة واضحة من كولر.